غينا غندور. هلو. هاي. اهلا وسهلا فيكي. لكن احنا قاسمين انتم اثنين حمر واحنا اثنين اسود. هيك رايك؟ انا بس انا حتى شيء كريسمس. اكزاكتلي. هاي الفهنيك وفهنيك. هاي دليل دائما غينا بتحسبها على قد. دائما مزبوط. غينا اليوم اول شيء الكوليه لابستي كثير حلو. ثانك يو. ثانك يو مقدم. ثانك يو. وعن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن موضوع انا كثير لا تطلعي فيه انه قصدتيني قصدتك وقصدي حالي، يعني موضوع انا كثير بهمني شخصيا لإلي وبحكي بس احكي فيه بحكي فيه مش بس عن معرفه بحكي فيه عن خبره يعني سنين وسنين عم نعاني منه هو البتيت البنات البنات القصار. هلا فيها تكون بنت ناصحه وبتيت وفيها تكون ضعيفه وبتيت بس انه القصار اجمل يعني عمري شو ما نبلش اول شو كيف بتقدميها للبنت البتيت اول شيء بدي اقول ان البنات عاده القصار هن يعني من زمان وجر هن اكثر ناس عندهم جاذبيه يعني سوري بكل وضع يعني ما في شك هيك يعني عندهم سحر من هيك عن جد هلا كثير في سيلبرتيز عدد منهم مثلا مارلين مونرو مارلين مونرو من زمان وجر من زمان امي كانت تقول لي ما تزعلي مارلين مونرو كانت مارلين مونرو مثلا هون مثل هلا مثلا كيم كارداشيان 150 مثلا ايفا لونغوريا ما بحب شكلها بس انه ايفا لونغوريا تاليا كلهم هدول صار واثبتوا انه الواحد انه في يكون عندهم جاذبيه وشاكيرا طبعا شاكيرا 150 لا نحن بعدنا بنفرحنا طب غنى شو اللبس اللي لازم يلبسوه شو اللازم يبتعدوا عنه كليا اوكي اول شيء البست فريند لازم يكون للصبيه القصيره هو الكعب هيل ستالون اللي بتسموه اللي بدكم اياه بس مهم كعب بس المهم الكعب هلا كيف بده يكون الكعب حلو يكون مروس اوكي بوانتيو من قدام وإشانكري عن التوز اوكي عم نشوف هلا صور كمان هون عم نشوف الفاشن ايكون هيدا طولها 150 ميرا دوما وفاشن بلوجر كثير مشهوره أوكي. وفاشن اديتور مثلا هون بنشوفها لابسه زحف ومن لابسه نشوفها لابسه تقليم بالعرض هيدا الشيء ما بيمشي مع القصار اوكي بيأثر اكثر اي مع انه هون مثلا هيدي غلطه من الغلطات اللي عملتهم اوكي بنشوف بغير صوره هون شوفوا بقى هون اللي ما بيعرف يتمتع هاي هي زيتها هون لابسه مثلا لابسه مونوكروم يعني نفس الالوان ولبسه مثلا هون كروب توبس مثلا ما بيلبق كثير للقصار بس حطيته مع شوز من نفس اللون وباج نفس اللون طلعت ستايلش فيه هون لبسه فلير بانتس بالنص لبسي اكيد ويدج كتير عالي اوكي وباخر صوره لبسي كمان ويدج اذا بنلاحظ باجره على طول بكعب ويدج يلي اشخاص يمكن ما بيعرفوها هو الروك عندنا بلبنان اكثر شيء معروف بالروك مزبوط هون كمان في من الاخطاء اللي عملتهم لبسي اوفر ذا ني بوتس اللي هو كمان بيأثر بس ما بيزبط اذا لبسته مع نفس لون البانت لانه بيصير كله عامل لون واحد ايه بيقدر لبسي هون بوي فريند مع زحف وكان شعره طويل وهيدا كمان هيدول اكس انا نقيت اغلاطه لانه أوكي. الباقي كله ما في بقى اغلاط بيرفكت لوك شوفوا بقى هون اوكي هون مثلا شو مبسوطه غير شوفوا بقى لانه اكشلي هي الموديل تبعي الايدل تبعي باللبس هون بنشوفها لابسه كمان كعوبة كتير عاليه ولابسه اوفر ذا ني بشوفها بس بغير طريقه لبستهم انجا مبينه من السكن تبعها كتير لبقلة قصة شعرة لأنه شعر القصير كمان ببين من الكتاف فبيعطي طول وبآخر صورة كمان لبسة نفس لون الفستان منلاحظ ولبسة كمان كتير قصير هون بدي أقول أنه القصيرة حلو يا تلبس طويل طويل مكسي على هيدا يا تلبس قصير قصير الان بتوين يعني تحت الركبة بيأثر قوام بس إذا كانت لبسة طويل لازم تكون لبسة كعب عالي كتير طبعا أكيد كتير عالي أكيد ما هو هيدا مثلا إذا رح عالي الأليور الطويلة تلبس قد ما بدك كعب وبتلبس طويل بيعطيها أليور حلوة حلوة وبالنسبة للساكيت للباجز لازم يكون في حجم معين هلا عادة البتيت حلو يلبسوا باجز صغار لأنه الباجز الأوفر سايز بيصير عرضه وطوله نفس الشيء يعني فتتقعد عنه تلبس
حلو الكراس باك الصغير الكلاتش هيدول بيعطوها انسوية حلوة وبيحلوها. هون مثلا الهاتس كمان مثلا التريكس اللي فينا نستعملهم لنبين اطول. مزبوط بيعطي لانه علو الشعر اللي فيه فوليوم كمان بيعطي كبر بيعطي هيدا. الشعر الطويل القصير مثلا له علاقة بالصبية القصيرة؟ الشعر الطويل بيأثر يعني بيأثر مع انه حلو الشعر لما هيك بتحطي كعكة لفوق والظهر بس هيك تحطيه لفوق كمان بيطول لانه بيعطي كمان 3 4 سم بكون ناطرين يوم من الله يعني مع الكعب كمان يمشي الحال. لنا غندور بنشكرك كثير وميرسي لانه الحلقه كانت لنا اليوم هيك نفصل هيك اللي كانت الحلقه لنا لليوم. ايضا كمان المشاهدين طبعا استفادوا من النصائح اللي عم تعطينا اياها. شكرا لك. ثانك يو.